صباح الخير أعزائي المشاهدين، معاكم كابتن شريف حمودة ومعانا ريتاج وياسين وحلقة جديدة من حلقات سوبر هيرو. أخباركم إيه؟ الحمد لله كله تمام؟ كله تمام. هتكلم النهاردة معاكم عن الهدف من ممارسة الرياضة. أنتوا بتلعبوا رياضة ليه؟ يعني أنا بلعب رياضة مثلاً عشان نفسي يبقى شكلي كويس. جيت في فترة كان بحب إن أنا ألعب بطولات، فأنا عايز أسأل ريتاج، انت بتلعبي رياضه بهدف ان انت يبقى صحتك كويسه بس، ولا في اهداف تانية انت بتفكري فيها؟ لا، وانا عاوزه اوصل لبطله عالم، اطلع بطولات عالم، غير ان هي رياضه بتظبط جسمي وصحتي. هاي وياسين، انا برضه عايزه اكون بطل كده. نفسك تبقى بطل في السكواش؟ اه. برافو. هاي معانا ريتاج وياسين بيتكلموا ان هم نفسهم يبقوا ابطال، يوصلوا لمرحله بطوله. فالمرحله دي يوصلوا لها ازاي؟ لازم الكوتش بتاعهم طبعا بيبقى عامل لهم بلان، في شورت بلان وفي لونج بلان على المدى البعيد والقصير، دي عشان يوصلهم لمرحله البطولات. السن بتاعهم ده هايل جدا في الاعداد ان هم يبتدوا يوصلوا لمرحله البطوله في الوقت المحدد ليهم، ده بيبقى كويس جدا. في ناس تانية بتلعب رياضة بهدف ان هي تنشيط بس الدورة الدموية مش اكتر، في ناس تانية يعني بتلعبها هواية، هي بتحب تلعب رياضة، في ناس تانية بتاخدها ان هي حاجة يومية روتين لازم يتعمل، زي ان انا لازم اروح الشغل يبقى لازم العب رياضة، بتعملها هي عارفة ان هي حاجة مفيدة فعلا ليها، بس مش بتبقى هاوية قوي ان هي تعمل رياضة، بس عارفة ان هي حاجة صح ومهمة فلازم تعملها. كل واحد بيبقى ليه هدف معين بيعمل الرياضة عشان، المهم ان انا ما اوقفش تمرين حتى لو هعمل لمدة نص ساعة في اليوم لمدة 3 ايام بس في الاسبوع، دي اقل حاجة الواحد ان هو يعملها، يعود جسمه ان هو دايما في حالة حركة، مش قاعد ثابت في مكانه ما بيتحركش. الرياضة بتبقى مفيدة جدا ومهمة جدا. طبعا الناس اللي بتفكر ان هي توصل لمرحلة بطولات دي بتبقى منضبطة جدا في مواعيد تمرينها، في حاجات كتير جدا في حياتها عشان يقدروا يوصلوا للمرحلة دي. ريتاج، أنا عايز أسألك، أنت بتعملي إيه عشان توصلي لمرحلة إن أنت تبقي تاخدي بطولات؟ يعني إيه الحاجات اللي أنت بتقعدي ترتبيها مع ماما كده مثلا بتعمليها في يومك عشان تبقي منظمة، عشان توصلي في سن معين تبقي أنت البطلة اللي أنت بتحلمي بيها؟ اهم حاجه التغذيه ومواعيد الاكل، والخضار يبقى برضو في الوجبات الاساسيه في اليوم عامه. هايل، كويس جدا، دي معلومات مهمه جدا ريتاج قالتها. طيب وياسين، برضو انت ايه الحاجات اللي دايما الكابتن بتاعك بيقول لك وانت في التمرين كده تاخد بالك دايما تعملها عشان توصل للمرحله دي ان انت تبقى بطل؟ اظبط اكلي واتمرن وكده. تمام، تبقى منضبط دايما في التمرين وفي تظبيط الاكل بتاعك، ما ناكلش حلويات كتير، ناكل اكل هيلثي، صح كده؟ صح. صح كده. طبعا في عناصر كتيره جدا الواحد لازم يوفرها في حياته وفي يومه عشان يعرف يوصل لمرحله ان هو يبقى محترف، ده بيبقى غير واحد هاوي، فلازم كل واحد يبقى عارف ايه التارجت بتاعه وايه الجول بتاعه من ممارسه الرياضه. هنبدا دلوقتي نعمل مع بعض التمارين بتاعتنا زي ما احنا متعودين، وبعدين نرجع نتكلم عن التمارين اللي عملناها. جاهزين؟ جاهزين. يلا نبدأ؟ يلا بينا. شوف الحلقة كاملة على قناة مدرستنا بريك تايم على اليوتيوب.